وكل يوم كل يوم، هل فيه ملك مرة قال لك ربنا ثلاثة؟ ولا يقول لك اتق الله وخف الله وراقب الله وعليك بطاعة الله؟ وصلت؟ أليس هؤلاء شهود لله؟ شهود عليك كتبة، شغالين يكتبوا لله، بيسجلوا عملك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا رقيب عتيد، ها؟ مين رقيب من عتيد؟ اتعودنا الكلام ده للأسف الشديد، كان مدرس المدارس يقول لك رقيب العالمين وعتيد على الشمال. هذا جهل شديد جدا حتى القرآن. يا إخواني، رقيب عتيد وصف لكلا الملكين، فملك اليمين رقيب عتيد وملك الشمال رقيب عتيد، لكن الآية فيها حذف، والحذف كما قال أهل اللغة من بلاغة العرب. ربنا عايز يختصر جملة كبيرة فبيحذف منها، لا يبقي إلا القدر ليعطيك المعنى كامل من غير نقصان. إيه معنى الجملة؟ ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. ده معنى الجملة. ده معنى عتيد. ها؟ ده معنى عتيد. متودك يعني بلغة العرب. رقيب يراقبك، وعتيد لا يظلم مثقال ذرة. قمة الأمانة، قمة الصدق، قمة أداء الحقوق على وجهه. وصلت؟ لا بيظلمك ذرة، ولا هيسجل عليك شيء لم تفعله. وضحت؟ ما يلفظ من قول الا لداه رقيب عتيد. ده بيسجل، ده بيسجل. دول معاك مش معاك؟ طيب. جلسة تصلي بيسيبوك؟ بيصلي معاك. يتعاقبكم ملائكة بالليل النهار، يشهد عبادته. يعني الصلاة الشهداء معنا صلاة صلاة. لكن يتجمع عندنا ملائكة الليل والنهار في صلاتين، الفجر والعصر. المكلفين بالنهار ينزل الفجر، ويشهد معنا مع اللي بات معنا بالليل الفجر. إذا فرغنا من صلاة الفجر يصعد ملائكة الليل، ويبقى ملائكة النهار إلى العصر. ينزل ملائكة الليل العصر يشهدوا معنا مع ملائكة النهار صلاة العصر، يبيتوا معنا وملائكة النهار يصعدوا. ما من مجموعة تصعد إلا الله يسألها ما حال عبادي، وهو أعلم بحالي. لكن سؤال عشان يفعلوا تقرير يومي مرتين في اليوم. ما حال عبادكم؟ جئناهم يصلون تركناهم يصلون، جئناهم وهم نائمون تركناهم وهم يلعبون. أمانة كبيرة جدا، لم يكذبوا في كلمة. وصلت؟ دول يتعاقبون. مجلس كهذا تحفه الملائكة، عددهم كام؟ ما تسألش. ده مجموعة قاعدة معانا في المجلس. نص الحديث: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة وذكره الله في المعنى. بس ده المجموعة اللي بتحفنا تقعد معانا. في مجموعة ثانية طيارة سيارة، يعني يا سلام لو لقوا مجموعة هذه المجموعة جالسة تذكر الله عز وجل يطلع فورا يبلغوا ربنا الخبر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا، فيتصاعد إلى الله تعالى فيسأله: ما حال عبادي؟ ما حال عبادي؟ ليه؟ دي لها قصة قديمة. لما وعد الله حين خلق آدم باستخلافه في الأرض، كبار الملائكة قالوا: أتجعل فيهم من يفسد فيه ويسفك الدماء ويحمل صبر عمد قدس لك؟ فأجاب الله قال: إني أعلم ما لا تعلم. فأراد أن يثبت لهم عبادة آدم وعبادة ذريته. فالكلام ده الملائكة عرفوا أن هذا مراد الله، فيكونوا في قمة الفرح ويطولوا الفرحة لما لقوا مجموعة تذكر الله، يطلعوا فورا يخبروا خبر: يا رب بنذكركم زي الفل زي الفل، مستخلفين حقا. ها؟ فيصعدوا إليه بهذا الخبر فيسأله عشان يستوثق منهم ويؤكد الأمر عليهم، بل يقرره عن هذه الحقيقة التي وعد لها حين قال: إني أعلم ما لا تعلم.
فيسألهم ما حال عبادي وهو أعلم بحالي، يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية يقولون كتابك. فيقول تعالى وهل أرأوني؟ طب أنتم بتسبحوا وتحمدوا وتهللوا وتكبروا شفتوني، طب ولا ما شافونيش دول؟ وهل رأوني؟ فيقول الملائكة لا يا ربي. فيقول تعالى فماذا لو رأوا؟ لو رأوني مثل ما رأيتموني كان عملوا إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وفي رواية كتابك أشد من أشد من حالهم الآن؟ وارد. لا، المعنى أدق، أشد من الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا منا نحن الملائكة. وده معنى خطير جدا. ويقررهم الملائكة اللي رأوا ربهم كيف يقارب بمن لم يراه وحيل بينه وبينه. فيسألهم سؤال آخر، فماذا أطلب عبادي اللي سبحوني وحمدوني وكبروني وهللوني؟ عايزين إيه؟ يقولون ربنا الجنة. فيقول تعالى مقرر مرة أخرى وهل رأوها؟ الملائكة رأوها. وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا، أشد من أيضا قيل من حالهم الآن وأشد من الملائكة. المعنى صحيح. طيب فيقول تعالى مرة ثالثة ومما تعوذ عبادي؟ يقول من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقررهم مرة ثالثة يقول فماذا لو رأوها؟ أي كما رأيتم أنتم. فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم شهادة أني قد غفرت لهم كلهم كلهم. فيستدرك الملائكة استدراك بسيط جدا، يقول إن ربنا فيهم فلانا فلان ليس منهم، ده واحد مش متذكرين، إنما جاء لحاجة لمصلحة عند واحد قرشين عند أحد المصلين فسد ملاه في المسجد فقعد يسمع الدرس لغايه ما يخلص الدرس يخلص مصلحته. ماشي في الشارع مش لاقي مكان يأويه، قال لك اخش الجامع واسمع الدرس وخلاص. ها؟ ده ليس متذكرين. لكن في حاجه دفعته واضطر يجلس. اضطر يجلس. فالملائكه يقول عنه انت غفرت الكل، طب ده ما ده مش منهم. فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه. فيقول لهم تعالى هم القوم، يعني أسمى قوم، وفي رواية هم الجلساء أي جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم، يغفر لهم معهم جليسهم. أي والله يا أخوانا، فإن كان جليس القوم يغفر له فما بالنا بالقوم نفسهم أنفسهم. واضح المعنى؟ كل ده يا أخوانا شغال معنا الملائكة دول رحيمين. هل سمعتم أحد في تاريخ حياة البشرية كلها سمع من ملك إن ربنا ليس واحد ولا ثلاثة في واحد ولا بوزة ولا البقر ولا الجعران؟ أليست شهادة ملايين الملائكة اللي بتعيد أصل عظيم نبني عليه شهادتنا؟ وضحت؟ يبقى ده الأصل الثاني. وسمعنا باختصر اختصار شديد جدا ما استطاع الا ذلك. يبقى الاصل الاول شهاده الله اللي بدعي شهادته وده اصل اصول، ثم شهاده الملائكه له التوحيد الاصل الثاني. الاصل الثالث قال اولي العلم. اولي العلم قسمان، على راس اولي العلم الرسل والانبياء. هل يوجد في البشريه اسمى ولا اصفى ولا اخلص ولا اصدق ولا امن من الرسل والنبي؟ ها فيها أصدق منهم ولا أأمن؟ وصلت؟ هل فيه رسول أو نبي في التاريخ البشري كله دعا لغير التوحيد؟ أبدا لا يوجد. كل الكلام اللي نسب للرسل نسب لهم من أتباعهم وأزيائهم والضلال مع أقوامهم، لكن ما من نبي ولا رسول
إلا دعوة التوحيد، بل القرآن نص هذا يقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآية الثانية: نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وصل معنا؟ فما من نبي إلا وللتوحيد دعا. فهل يتصور أن كل الأنبياء هم أخلص الناس وأتقى الناس وأأمن الناس وأصدق الناس، يتفق كلهم على التوحيد، ثم يظن ظان أن هناك عقيدة غير هذه العقيدة؟ أو يظن ظان أن كل هؤلاء الأنبياء اتفقوا على كذبة اسمها التوحيد؟ يستحيل. كل هؤلاء يستحيل يجتمعوا على ضلالة، وخاصة أن بينهم أزمان وأماكن متباعدة ما التقوا، والكل على هذا الأصل اتفق. كيف لا نجعل شهادة كل الأنبياء لهم التوحيد أصل نبني عليه الشهادة؟ فإن جئنا من خير ربك كل أنبيائك ودول صفوة الناس وأسمى الناس وقدوة الناس شهد لك التوحيد، نشهد بشهادته، نشهد بشهادته. وصلت؟ ده الأصل رقم كام؟ ثلاث. يبقى نشهد بشهادة كل الأنبياء، شهادة كل الرسل. يبقى احنا في أمان وسؤمان، ها؟ في أمان تام. اللي يعتقد غير هذا الواحد داهية. وصل المعنى ده؟ يبقى الأصل الثالث الذي نبني عليه شهادتنا في حياتنا شهادة كل الأنبياء لرب العالمين، ها؟ بالتوحيد. ده الأصل رقم كام؟ أنا شايف الوقت سحب منا سحب كبير. علاش؟ ده على الإقامة يا ابني، مش علاش، علاش أز؟ ربنا يستر. فالشاهد يبقى ده الأصل الثالث. يبقى ولذلك رب العباد قرر ويلحق به الأصل الرابع. الأصل الرابع إيه؟ كله قول إيه؟ كل نبي من الأنبياء اتبعه صفوة الخلق، الحواريين وصحابة الأنبياء. هل يعرف في التاريخ أخلص من هؤلاء في البشر بعد الأنبياء والرسل؟ هل يعرف أأمن منهم؟ أصدق منهم؟ كم عدد أتباع الرسل الحواريين اللي وحدوا بتوحيدهم؟ ملايين، ملايين البشر. ها؟ كل هؤلاء اللي شهدوا له التوحيد، ألا تصلح شهادتهم واجتماعهم على هذا الأصل أن تكون أصلا نبني عليه شهادتنا؟ تصلح ما تصلحش؟ طيب كم عدد الصحابة؟ ألاف. هل في صحابي واحد نقل لنا أن رسول الله دعا للشرك؟ ها؟ سمعت عنه؟ لا ولد ولا كان. طيب من يعادل الصحابه في امانتهم وصدقهم؟ ده كان على صحابه الرسول ده بس. فكيف والحواريين؟ حواري عيسى فعل ذلك، اتباع سيدنا موسى فعل ذلك، اتباع ابراهيم عليه ابراهيم السلام امنع نبينا نوح ونوح، كل اتباع الانبياء والرسل دعوا للتوحيد. وحد رب العباد. أليست شهادتهم جميعا واجتماعهم عليها أصل عظيم نبني عليه شهادتنا؟ وصلت؟ ها؟ آه. وذلك العباد يقرر يقول: أولم يكن لهم آية أن يعلمه يعلم هذه الحقيقة، هذا الدين حقيقة، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماءهم كلهم اللي عندهم ذر الدين قالوا التوحيد، قالوا التوحيد. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل قال: اسلم تسلم، فان لم تسلم قال: فان عليك اثم الاريسيين. الاريسيين من الاريسيين؟ الموحدين في امتهم اللي شردوهم وقتلوهم وطردوهم، اتباع اريوس كلهم قالوا بالتوحيد، اجيال وامم قالت بالتوحيد، بل لا زال حتى يومنا هذا من اهل الكتاب من يقول بالتوحيد، رغم ما حدث من تطورات ومن تغيير، لكن ما زالت فئات تقول بالتوحيد. إذا ندرك
ألا نشهد بشهادة كل هؤلاء؟ رب العباد جعل الأصلين دول، الثالث والرابع، شهادة الأنبياء وشهادة أتباع الأنبياء، سماهم أولو العلم وأقر شهادتهم على أنها أصل سلطته. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يعني وأولو العلم أيضا الملائكة شهدوا لله أن لله أنه لا إله إلا هو. يبقى عندنا كم أصل دلوقتي؟ أربعة أصول. تكفينا ما تكفيناش؟ طيب الأصل الخامس، الوحي المناسب نفسه. هتقول لي طرأ عليه التحريف، طرأ التحريف في كل الأديان إلا القرآن، ولعلة رب العباد أرادها. فكل الكتب المنزلة وكل الله بعث الله بها الرسل لأقوامهم، ما في رسول جاء لبي قوم. الأصل في دعوة القوم. نبينا فضل على كل الرسل في هذا الجانب، بأن الله لم يجعل دعوتها لقومه، بل جعلها للناس كافة، بل للعالمين، الإنس والجن وغيرهم. وصلت؟ وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لما أعطونا النبي قبلي، من بينها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. طيب لكي أذن وبعدين تكفي. طيب خلاص ارفع سهل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا الأصل شهادة الأنبياء وشهادة الأنبياء. ثم الشهادة الخامسة أو الأصل الخامس، الوحي المنزل. كل كتاب كما قلنا جاء للنبي برسالة خاصة وشرع خاصة لقوم خاصة. رب العباد لكي يجمع البشرية على شرع واحد جعل كل الأنبياء يمهد كل الأمم والقرى
والدول. ولذلك ما ترك الله أمة بغير نبي أو رسول. قال تعالى: ولكل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إما رسول وإما نبي ينذر معه. الشاهد هيأ الله البشرية كلها بشرائع خاصة، وكتب على هذه الشرائع النسخ. يعني النسخ وكل لأهل الشرائع حفظه. هل في طاقة الإنسان الحفظ؟ يستحيل. ليه؟ لماذا؟ قالوا: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، ولو حفظ جيل لن يحفظ كل جيل. من أواخر نزل التوراة عنها يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها إيه؟ هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني استحفظوا، السين والتاء تعني طلب الفعل للفعل. استحفظوا أي بما طلب من حفظ كتاب الله. طب كم واحد يستطيع أن يحفظه؟ ها؟ وذلك أصحاب الشرائع اللي قبلنا لا تحفظ الشرع عندهم. كم قس ولا راهب يحفظ كتاب مقدس؟ هم غير مطلوبين بتلاوته. وذلك الحفظ عندهم بعيد جدا جدا. كان النتيجة أن أي حد دخل عليها تعريفات عدت. وقع التغيير بالفعل. لما نزل القرآن النبي خاف أن يكلف صلى الله عليه وسلم بحفظ الشرع كما كلف من قبله، فكان يرد الآيات مع سيدنا جبريل، فنهى ربه. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ليه؟ لماذا؟ قال: إن علينا مش عليك جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فذكر في حق القرآن أربعة أمور: جمعه نحن نجمعه، إن علينا جمعه، وقرآنه اقرأه للناس كلها، خلي العام والخاص والصغير والكبير والعرب والعجم كله يقرأ القرآن. تجد العجمي لا يعرف حرف عربي ويحفظ القرآن ظهر القلب ويرتله بأعلى التلاوات. إن علينا جمعه والقرآن، فإذا قرأناه فاتبع القرآن لدورك ثم إن علينا بيانه. لكن في واحدة رابعة اللي الأخ أخونا الكريم قرأها في الصلاة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل بجمعه وحفظه وإقرائه وبيانه. وصلت؟ أربع قضايا تكفل. ثم بان النبي إن من أنت في الحفظ ممن سبقك؟ من أذكر البشر؟ ها حد يعرف؟ ها؟ الله يفتح عليك، أبونا آدم أذكر البشر، علمه الله الأسماء كلها فحفظها جميعها واحتفظ بها، فاق في هذا الملائكة والجن. لأن لما علمه ربه الأسماء كلها في حضرة الملائكة في حضرة الجن. أي الأسماء؟ أسماء كل خلق، وأسماء كل الأحوال والأقوال والأفعال، كل الأسماء والصفات آدم حفظها. مش حفظها بس، ده حفظها واحتفظ بها سنين. ممكن يحفظها لسان، لا، حفظها واحتفظ بها سنين. خلي بالك، هنجيب احتفظ بها من فين؟ من قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. ثم هي فيها الاحتفاظ. ليه؟ ثم تفيد العطف مع التراخي، يعني لم يعرض عليهم الأسماء في حينها بل بعدها بسنين. فثم دلت على الاحتفاظ، علم آدم دلت على الحفظ. ثم عرضهم الملائكة فقال: أنبئون بأسماء هؤلاء. ما قال الملائكة إن نفس الأسماء، لا، اعتذروا بالجهل لأنهم سمعوها، لكن اعتذروا بالعجز، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت اللي بتحفظ المعلومات وبتلاحظ تزيد تنسيه. إبليس معه، لا الملائكة حافظت ولا الجن حافظ، لكن آدم حافظ. ورغم قدرة آدم الفائقة في الحفظ على كل البشر، لما نزل له التشريع لأولاده نسي الشرع. ولذلك رب العباد يربط ما بين حفظ القرآن وبين نسيان آدم، فيقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمع لا تحرك لسانك لتعجل به، جت في الموضع الثاني قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي.
وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ليبين أن أذكر البشر نسي الشرعة، فلو تركت لك أو لغيرك ستنسى، لكن لم يكلها الله لغيره، فحفظ الله التشريع. هذا التشريع جعله الله معجزة لنبي الخاتم. يبقى هو التشريع نفسه عن المعجزة، والمعجزة عن الشرع. شرع معجزات الأنبياء كلها انفصلت عن التشريع. وضحت؟ لكن معجزة نبينا هي عين شرعته ومنهجه. تحدى الله بها العالمين أن يأتوا بكتاب مثله، فليأتوا بحديث مثله كم صدر. ها؟ التحدي ده موجود وقائم ولا انتهى؟ إلى عصرنا هذا. احنا الآن دخلنا اللغة العربية في عمك جوجل مش كده ولا إيه؟ ويجيب لك كل الكتب اللي أنت عايزها والمعلومات اللي أنت عايزها. يعرف جوجل واللي جابوه واللي خلفوه واللي صنعوه يأتي بقرآن مثله؟ ها؟ كل سنة طيبين. رب العباد مع بلغاء العرب اللي بلغوا قمة الفصاحة وقمة البلاغة، أعياهم أن يأتوا بمثله. من يفعل ذلك بعدهم؟ خلي بالك، جيل الصحابة خلنا كان أقوى جيل في اللغة، لأن كانت اللغة هي المسلي بتاعهم، يتسلوا به في المباريات وعن مباريات ودوري محلي ودوري عالمي وكأس عالم فيه وفي الشعر والنثر. فارتقت بلغتهم إلى أعلى المراتب. وصل ابن عطاء من تابعين كان أدرك في الراء، يخطب الجمعة لا يستخدم راء قط. شوف بلاغة توصل فين، لدرجة أصحابه عارفين إنه أدرك، قال لك بس بحضر خطبة، طب نحرقه، أعطوا له ورقة اقرأ هذه الخليفة كلها راء، مكتوب فيها أمر أمير الأمراء بحفر البئر والصحراء، مجرد ما أمسكها واصل، قال حكم حكيم الحكماء بنقب جبن في البيداء وقف يتواصل. وصل؟ علي بن ابي طالب يدخل على جماعه الصحابه يتناقشون اي حروف اللغه اكثر تكرارا؟ استمعت كلمه على الالف، قال اسمعوا مني، فقام فيهم خطيبا ب 300 جمله لم يستخدم فيها الالف قط، لا قطعا ولا وصلا. ايه دول؟ ومع هذه البلاغه تحداهم ان يكتب عجز، نزل بالتحدي فاتوا بعشر سور مثله. عجزوا بسوره مثله، عجزوا، خرج القران، قال فأتوا بسورة من مثله تشبهه تقترب منه بس. عجز، فإن عجز بلغاء البلاغة عن أن يأتوا بشيء من مثله يشبهه، من يأتي بعده؟ وضحت؟ هذا القرآن الذي تحدى الله بالخلق وجعله معجزة الباقية إلى قيام الساعة، ووجوه الإعجاز فيها تكاد تحصى. يعني أنا شخصيا لما بدأت سلسلة في القاهرة عن وجوه الأثر القرآن الكريم، كان يعني كل تفكيري في البداية أخذ لي 5 6 محاضرات، لكن من الله علي ب304 محاضرات في وجوه الإعجاز ولم أنتهي منها. إحنا أمام أمر فوق الخيال. هذا الكتاب الذي أعجز شهد فيه رب العباد بنص الوحي أنه لا إله إلا هو، الآية تكفيه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ألا نشهد بوحي الله المنزل؟ أليس هذا الكتاب المصان المعجز يصلح أن يكون أصل نبني عليه شهادتنا؟ ده الأصل رقم كام؟ 5. آخر الأصول إيه؟ اللي إحنا بنطنطن حولها. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ها؟ وإحنا حتى في الأثر تعبانين جدا. يعني أهل الجاهلية كانوا أنصح منا في الأثر. أهل الجاهلية وصلوا للمرحلة إن الأثر نفسه كان يعرف يقدروه. يعني لو شاف كعب رجلك يقول لك ده كعب رجل فلان. كعب رجل عن ارض يطبع يقول لك ده بتاع فلان. يحدد القدم دي قدم رجل ولا امراه؟ يحدده. طيب المراه اللي ماشيه دي بكر ولا سيد؟ بيحدده. بكر ولا سيد؟ ها؟ ليه؟ لان البكر هتلاقي رجل قدام رجل. السيد بس فاتح واسع. وضحت؟ الولد اللي ماشي ده او الشاب اللي ماشي ابوه خلفه قبل ال40 ولا بعد ال40؟ انا بديكم بص بعض صغيره كده عشان تعرفوا ان احنا في البطاطا. يعرفها ازاي؟ اللي ابوه خلفه قبل ال40 خلفه حال شبابه وقوته، فتلاقي الولد اثبت على الارض قدمه اشد غوص في الارض لما بينزل على كعبه.
فتجد القدم أشد رأس من المشط. ولذلك نعله لما يبلى يبلى من ناحية الكعب، الشراب لما يقطع من ناحية الكعب مش من جد. الثاني اللي بعد الأربعين لما مش عارف رجله، فتلاقي المشط أشد رأس من الكعب. واضح ما؟ الشراب يتقطع من فين؟ عند صابع. الجزم يتقطع من فين؟ عند صابع. وضحت؟ كل واحد يفكر بقى في نفسه، هو مشيته ايه؟ على كعبه ولا مشته؟ جاء قبل 40 وبعد 40؟ لا احنا قبل 40. اذا ندرك الاثر، ما في نزاع ان ما في اثر الا وله مؤثر. ما في مكان اثر الا وله مؤثر. ودي قاعده اقرتها كل عقول الخلق. الأعراب البسيطة الرجالية يسألون كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، والقدم يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على طفل خبير؟ سيدنا علي بن طالب أسلم طفل، بيسألوه كيف عرفت ربك؟ قال ما عرفته بالوحي، لكن عرفوا إيه؟ بالأثر. قال عرفته بورق التوت، عرفته بورق التوت، نظرت مجرد ربنا قال لي اقرأ، طلعت أقرأ. بصيت قدامي شجرة التوت، قعدت افكر فيها، فوصلت للنتيجة. قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعير، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسك، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. وضحت الدلالات دي كلها؟ ده الأصل الأخير رقم 6 اللي نبني عليه الشهادة. طبعا كل الطنطان عندنا والفلاسفة المفكرين شغالين على ايه؟ على الاصل الاخير وسابوا اصول 5. وضحت؟ يبقى نقول اشهد، عرفنا اصول الشهادة الستة. شهادة الله لذاته، شهادة ملائكته له على مر التاريخ كله، شهادة انبيائه ورسله له، شهادة كل اتباع الانبياء والرسل بالملايين من الصالحين وهو امن خلق واصدقه بعد الانبياء والرسل، شهادة الوحي المنزل المعصوم المتحدى به المعجز الباقي كآية إلى قيام الساعة له، الأصل السادس شهادة الآثار والخلق جميعا على توحيده، حتى إن شاعر الجاهلية يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وضحت؟ الوقت انتهى، اكتفي بهذا. لسه في دقائق كمان؟ في بعد دقائق. طيب خلاص. إذا ندرك هذا المعنى. الأثر يدل على مأثر الزعم. فما بالنا وخلق الله ليس خلق قليل، بل خلق الله كله دال على توحيده. ما من مخلوق عظم أو كبر أو صغر إلا وترى فيه من آيات الله ما يدل على توحيده. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم الصحابه جميعا ويعلم الامه كلها، هذه الحقيقه. فكان كلما اصبح وكلما امسى سبح الله بهذا ووحد الله بهذا. فكان يقول كل يوم في الصباح والمساء ثلاثه، سبحان الله عدد ما خلق في الارض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. طبعا إخواننا فاهمين فهم عجيب جدا إن الرسول بيسبح بعدد من أعداد كلها. لا يا إخوانا، ده فهم قاصر جدا. لما يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق من ذلك، عدد ما خلق، هو بيسبح إيه؟ بيعد عدد التسبيحات؟ بيعد الله التسبيحات كما نفعل؟ ابدا. هو يرى في كل مخلوق خلقه له في الارض او في السماء او بين ذلك او فوق ذلك، فيه من ايات الله ما يدل على تسبيحنا، وفيه من ايات الله ما يدل على حمد الله، وفيه من ايات الله ما يدل على توحيد الله، وفيه من ايات الله ما يدل على توحيد صفات الله والله اكبر مثل ذلك، وفيه من ايات الله ما يدل على تقدير الله في كل الاقدار. فيقرأ في كل مخلوق ما يحمله على تسبيح الله وتحميده وتهليله توحيده وتكبيره ونسبة التدبير والأمر له.
وصلت؟ مطلوب أن نقرأ في كل مخلوق هذه المعنى كلها. وأصلها التوحيد، الناظر المتدبر في أي مخلوق، هذا انتظام الخلق. كيف انتظم؟ الآية اللي أخذ الكريم وقف عليها، لما وصف الله الأرض والأرض مددناها ومددنا فيها من كل شيء موزون، كل المخلوقات انضبطت انضباط عجيب بميزان عجيب. لو زاد مخلوق لأهلك غيره، ولو قل مخلوق لأهلك غيره. كيف انتظمت الخلائق بهذا الانتظام العجيب جدا وبهذا التقدير العجيب جدا؟ كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي يقول ابن القيم رحمه تعالى: فمن الله علينا وعلى الخلق جميعا بأعظم نعمتين، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الهداية والإرشاد.